معنا مكالمة. أهلا، السلام عليكم. أهلا سلام خويا رضوان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دير خويا بخير، لاباس عليك؟ الله يطول عمرك، الله يبارك فيك أخويا، الله يحفظك خويا، الله يبارك فيك. معك الحسن بشار من مدينة كونيو بإيطاليا. الحسن بشار من مدينة كونيو إيطاليا، مرحبا خويا الحسن. خلاصة القول غادي نخليك الدوي، حكي لنا كي دايرة المغاربة تما، كي داير أنت وليداتك، واش غير بوحدك تما، يعني كي دايرة الأجواء، واش يعني الحمد لله يعني كاين اهتمام؟ لا الحمد لله الأخ، بما يخص هذه الحالة ديال الفيروس أخويا رضوان، أمور جد عادية، كان شوية من الهلع وشد الفوضى السيمانة اللي دازت، المهم بحكم بأن الرئيس ديال الحكومة البارح نعم تفضل خويا هم يلتزموا خويا يلتزموا الدار ديالهم، يبقوا في الديور ديالهم، اللي عنده شهارات يمشي يقضي ويخرج واحد. ودابا يلاه مشيت دخلت انا للسوبر مارشي، المهم الناس دايرين هذاك النظام ممنوع هذاك الاتضاح، فاش يدخل الناس يدخل جوج بار جوج، وعاطينك واحد المسافه بين بينك وبين الشخص مترو، باش لتفادي تفادي المرض اللي كاين. ودابا بالنسبه للقهاويه عاطينك مثلا واحد المسافه مترو، المهم عادية، رغم خافوا شوية، والحمد لله الجالية المغربية طينو أمور العجيت عادية، كاين ناحية المصروف، كاين المعيشة، كاين المهم جميع كي كديروا الماكلة خويا، واش كتمشيو للسوبر مارشي أو أنكم كتعيطوا في التليفون ويجيبوا لكم كل داكشي اللي كتبغيو؟ لا هما قال لك هما الاخ رضوان كاين اللي سوبر مارشيات كلهم مفتوحين وإن إما شفت انتظام بتفادينا داك الشيء ديال الفوضى، اي يعني داك الازدحام هو كاين المشكل. الاسبوع اللي فاتت كان وقع واحد بحال نقولوا كارثيه، الناس ديالنا ديال الجاليه المغربيه، جميع الجاليه تبقى لنا، داروا واحد الفوضى عارمه اتجاه اللي سوبر مارشي قداو السلعه اللي كيدي 500 يورو 600 يورو. مسكين بنادم الخوف اخويا، ياك الخوف ولي تيديرها اخويا، الخير تيديرها مسكين تما. الحمد لله دابا معدل الرئيس رئيس الحكومه البارح من دار الخطاب بان ايطاليا كلها منطقه حمراء. نعم. والتزموا كما فعل الصين، التزموا الهدوء ويكون النظام، وانهم ما يخرجوش للاسواق اللي مكتظه او نعم. دي سوبر مارشي يلا دخل دايرين جوج ورا جوج ورا جوج، النظام الناس عادي. قول لي المغرب منين البلاد اخويا، انت منين البليده؟ اخ انا رضوان نقدم لك انا مزار من مدينه ابن احمد. الناس ديال بن حمد، حمداوه حمداوه وسيد الذهبي ومريزيق و حمداوه، راك جيتي عندنا، وانا نقول لك الصديق ديالي راه الاخ عقيل رضوان. رضوان وراه اخويا هذاك، اخويا هذاك وهي راه خوك، وجينا ان شاء الله وجيتي عندنا وحضرنا العرس ولعبتي معنا كوره ولا درتي حموك. ايوا شتي امالي انا ياك انا ظريف ما بخير ما تلقاني. الله يعمرها اخويا رضوان، يلاه جبدنا كاس السيمانه اللي فاتت انا ورضوان، نفس الحي نفس كل شيء، كنسكنوا في احمد ولا هنا في المدينه عندنا، والحمد لله الامور غاديه مزيانه، الوليدات حبسوا من المدرسه عطاهم حتى نهار جوج في الشهر. مزيان مزيان اخويا، تفاديا اخويا. نعم المهم انا نقول لك اللي واقع اللي كاين حاليا دابا، الطائرات الرحلات الجويه حبسوهم اخر حتى المغرب تما حبسوا داك الشيء ديال الطيارات اللي غادي للطاليان وجايين من الطاليان، يعني تحبسوا حتى يكون الناس الوالدين اللي كاين تما كيبخلوا على الجاليه. الحمد لله ذاك المنطقه اللي ديال لومبارديه اللي لما حنا بزاف داروا لها الحجر الصحي، بنادم اللي ما يخرج بزاف من مضطرين، حتى هي النقطه الرئيسيه ديال الاقتصاد ديال الطاليان. وفيها مغاربه بزاف، فيها جاليه اللي فيها المغاربه بزاف، والحمد لله كي الاخبار على المغاربه. لا الحمد لله بخير، غير واحد المغاربه غير واحد الاشاره نشوفوا الاخوان سابوني فيها، هي ماتوا واحد ثلاثه المغاربه البارح ماتوا في السجن، ماشي بس بسبب تدافع، ماشي بسبب كانوا في السجن، ذاك اللي كانوا هربوا، شنا البارح انه هربوا شي سجناء يعني هذاك. نقول لك باش كان نعطيك اللي كاين دابا حاليا، دابا شات الاخبار ديال ايطاليا كان السجن مدينة، حيت منعوا الزيارات، منعوا كل شيء باش بنادم ما يخرج. ما هادو ديك الناس باش السجناء تدافع تقريبا ثلاثة مغاربة وثلاثة توانسة بسبب التدافع، ماشي بسبب فيروس. بسبب أنهم الزيارة نتيجة ديال التدافع وداك الشيء. فوالا مصدر موثوق به حاليا، بحال اللي كنقول لك با خويا رضوان، بحال اللي كنعيشوا دابا. وي دابا تألمنا بهاد المغاربة اللي ماتوا بسكر، رغم أنهم ما ماتوش بالفيروس، ولكن يعني ما تنبغيوش يعني ديما نبغيوش المغاربة، حنا ولفنا المغاربة تيجيو من برا وتيتباهوا علينا ونتباهوا عليهم وضحكوا معنا ونضحكوا معاهم وكنشوفوهم بخير مع عائلاتهم. راك شتي حنا تنمشيو عندكم البن حمد، تنمشي عند الدراري، رانا تنشوف الدراري تيجيو لبرا، واخا شي وحدين غير مشاو لايطاليا وداروا الطوموبيله وهادو، شو قلبوا علينا وجاهم. كنشوفوا
كاين هادشي كله، كلشي كلام كاين السي رضوان ياك كله ما كاين. تنكذبش دابا بعدا الانسان ملي الانسان ملي كيحضر الواقع كيجي يشوف الواقع ودي ساكن، الله يسهل عليهم، الله ييسر لهم الامر، والله يسهل على الجميع اخويا. طرف ديال الخبز السي رضوان، طرف ديال الخبز كيجي صح يحلب عليه صح. وصافي. هادو اللي كنقول لك انا اخر المعطيات اللي كاينين حاليا دابا، بحال واصلهم المهم راه تقريبا الوفيات واصله تقريبا شي 462 اللي واقف من الحاله، والموصل الحالات ملي بدا ملي بدا المرض راه واصله تقريبا شي 8000 حالة. ودابا المستشفيات عامرين، فهمتي اغلبية المستشفيات عامرين، ومديرين ممنوع المستشفى يدخل، مديرين مال تقريبا بحال لي شابيط، بحال نهضر معاك بالدارج، مديرين خزانة قدام السبيطار. لا هضر معايا، يجيبوا مريض ممنوع يدخل داخل السبيطار، كيداو برا مديرين ليه واحد الخيمة قدام باب. هذا كيديروا دابا دوك الوثاقات، ولا دوك الدالوات كيديروهم تما كاينه. سوبر مارشي تقريبا. المهم الاحصائيات تقريبا كاين 7985 مصاب و 463 اللي عدد الموتى اللي حاليا مصدر موت عقبي مع لا حول ولا سكاي تي في ديال ايطاليا، هادشي اللي كاين حاليا. وكنبغيو التحيه للناس مصاب وناس بالحمد لجميع المغاربه واللي اخير ذو. الله ودي الله يحفظك اخويا، والله يحفظكم من كل شر، والله ينجيكم ان شاء الله باذن الله، وتجيو نشوفوكم وتشوفونا وانتم بخير وعلى ان خير. ان شاء الله نهار كبير ملي سمعنا صوتك واتصلنا بكم ان شاء الله. مرحبا بك اخويا، والله الا نهار كبير هذا، فرحتينا ملي اتصلتي بنا. الناس دار بيضا وكل شيء. الله يحفظك بارك الله فيك، الله يحفظك خويا، شكرا وتحيه لك، وتحيه للناس ديال بن حمد.